السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعضاء وزوار قناة أسعار السيارات باليوتيوب. اليوم راح ننزل لكم الجزء الأخير من تغطية معرض وليد، تم التصوير يوم 27 شوال 1437. الموتر اللي راح ننظر لكم اليوم اللي هو الفي إكسس خليجي، طبعا السعر تغير وارتفع سعره. هذا في إكسس ينقصه الرادار والخروج عن المسار والتنبيه عند التصادم، الباقي كله موجود، الهيدروليك، نقط عمياء، شاشات خلفية اللي هي 11 انش، اللون عندهم لونين، من جوا واحد بني، السقف رمادي والثاني بيج. وراح تشوفون باقي الشرح على الموتر. طبعا مثل ما قلنا لكم ينقصوا الرادار والتنبيه عند التصادم والخروج عن المسار. كان سعره أقل من كذا لكن ارتفع. لون المراتب بني، السقف رمادي والأرضية أسود، في نقط عمياء، في هيدروليك، أربع كاميرات. الشاشات هذه 11 انش نفس شاشات الليكسس 2016. في شاحن وايرلس، الوضعيات حقت القيادة موجودة الخمس اللي هي كومفورت، سبورت، سبورت بلس. مراتب كهرباء اللي قدام. موتر في إكسس هذا بدون رادار وبدون تحديد مسار وبدون تنبيه عند التصادم، الباكج هذا اللي يجي الثلاثة ما هي موجودة، في نقط عمياء. سعره ب 310. هنا زر يجي حق تنبيه عند التصادم، ما في موجود، بس شنطة كهرب. وهنا ما في رادار. هذا بدون رادار. بدون رادار وبدون تنبيه عند خروج عند المسار وبدون تنبيه عند التصادم. سعره 310. طبعا اللي يجي فيه رادار والباكج اللي معه يجي كامل، يجي قطعة هنا مربعة كبيرة. هذا حق النور العالي، هذا النور العالي الإلكتروني، الرادار حق النور العالي بس، اللي إذا أحد أنت تشغل النور العالي وإذا ما في أحد الطريق يكشف من نفسه إلكتروني. بس أربع كاميرات طبعا، وفيه هيدروليك، فيه هيدروليك وفي شاشات خلفية، بس اللي ينقصه الرادار وتنبيه خروج عن المسار والتنبيه عند التصادم، الأشياء الثلاثة هذه. هذا الفي إكسس اللي قلنا لكم قبل شوي انه في رادار، طلع ما في رادار. هذا هو البيج، هذا وهذا بدون رادار. الرادار دائما تصير هذه مو محفورة زي كذا، تصير زي القزازة، تصير زي القزازة هنا، هذه راح تشوف محفورة. هذا تعرف انه يصير في رادار، يصير زي كذا زي القزازة كامل. هذا في رادار يصير زي كذا، هذا بدون. وفيه اربع كاميرات، سعره 310. وسلامتكم، وتابعونا راح ننزل تغطيات جديدة، المعرض جديد، ولا تنسون من اللايك والاشتراك. الف شكر لكم.